السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا في 5 ماي 1997 مع جين وعائلته اللي يلاه يتحولوا لدارهم جديده. اول مره شاف جين دارهم حس باللي ديجا شايفها ومغرباش عليه. هذا خويو اللي تبارك الله قراي ومتفوق في حياته، عنده بزاف المواهب في كاع المجالات، ولكن عام دابا باش وقعت ليه واحد الحادثه ضرب في رجليه اليسرية. بداو كيدخلوا الرحيل للدار الجديده وعلى القيوميه فيها 5 ماي 1997، وكيطلع جين لبيته في الدوزيام ايطاج وكيلقى باللي خوه يسكن معاه في نفس البيت، حيت مول الدار خدا لهم بيت وقال لهم حاط فيه شي حوايج مهمه ديالي لمده شهر. غادي يتغداو مجموعين وباهم يقول لهم حتى واحد ما يقرب لذاك البيت، راه مول الدار موصين عليه. كيسمع جين صوت من البيت وكيقول ليه با راه غصوت الرعد. وجا وقت وكل شيء جبد عليها، وجين سمع الصداع في البيت ومشي يشوف شنو كاين، وكيجي خوه من وراه وكيمنعو، وخرجوا بجوج يتمشاو وكانت الشتا كتصب. ايصوني بو عليو يقول لي جيب لي الملف اللي موصيك عليه، ويقول لجين تسناني انا غنرجع بالخف، ولكن يو غادي يخطفوه، وجين غيوصل معطل باش يعاتقو، ولكن غيحفظ النمره ديال البلاكه اللي خطفات. وجا الدار قال لهم وغادي يغيب، وغادي يجيو البوليس يحقوا في القضيه ويقولوا ليه باللي ما كايناش شي بلاكه بديك النمره، ويقولوا ليه غنراقبوا التليفون ديال خوك يمكن يصونيو فيه. ومن بعد 19 يوم ديال الاختطاف يو غادي يرجع للبيت ومبقاش عاقل شنو طرا ليه، وغادي ترجع لحياه عاديه كيف كانت، وغادي يشوف باللي خوه مبقاش كيهرج باللي منيه، ولكن خوه دغيا زرب عليه قال لي راني ما مساليش انا مشيت. وغادي يكمل جين الفطور ديالو وما غاديش يتسوق. جا الليل جين غادي ينعس من كثره المراجعه، وغادي يجي خوه يهز القلم وغادي يبدا يخرج فيه جيت عين جين، وهو ناعس حتى غادي يتهرس ويطيح فوق البيرو. جين كان حاس بيه ودير راسو ناعس وخلاه ينزل. غادي يحذيه جين وغيبان ليه باللي كيتمشى عادي وما فيه حتى ضربه في رجليه، وغادي يتبعو حتى غيبان ليه تلاقى بالبوليس اللي كانوا نهار الاختطاف وكيعيط لخوه بسميه الشيف، وغيبقى تابع خوه حتى غادي يخبر، وغادي تلاقى مع البوليس وغادي يبغيو يشدوه ويهرب ليهم، حتى غيجي خوه من وراه غادي يخدرو ويغيب. في الصباح يلقى راسو في البيرو بحال لا ما طرا والو، ويلقى خوه ناعس وراه ويخاف منه ويتخبى في الحمام. غيقول ليه راني عارف البارح بالليل في كنت شفت كلشي. خوه غيبدا يبرد فيه ويقول ليه راني الليل كامل وانا ناعس. عيط جين جابه ويخرج خايف من خو، ويشد ويقول ليه هادشي كامل اللي شفتي راه حيت ما كنتيش واكل دواك. يسلم عليه ويمشي ويكمل جيل المراجعه ديالو، ولكن يبان ليه باللي القلم اللي تهرس فوق البيرو، وغيتاكد باللي ما كانش كيحلم وكل شيء اللي شاف حقيقي، وغادي يبغي يشوف ذاك البيت شنو فيه. وغيلقى خوه مشنو غادي يفيق مخلوع، وغادي يهبط الكوزينه يشرب، ويسمع مو كدوي في التليفون مع خو كتقول ليه باللي جين عاقب كل شيء وخاصك ترد بالك منه. شويه حسات بيه كيتصنت ليها وغادي يتخبى منها، ويطلع لبيته من الشرجم ديال الدار، وغادي تلقاه ناس وتقول الخوه باللي حتى هي عاقبها. وجين غادي يحاول يهرب من الدار ويلقى باه وما غاديش يخليه يمشي، وغادي يهرب وغيتبعو واحد خونا. غادي يوصل عند البوليس ويقول لهم باللي كان محبوس شهر دابا مع ناس كيقولوا باللي عائلته، وغادي يديروا تحقيق لجين، غيجبدوا ليه الدوسي ديالو وغيصدموا، يقولوا ليه انت راه ولد 1977 وعندك 41 عام ماشي 21 عام. ويقول ليه البوليسي شوف اليوميه شحال فيها، ويلقى 5 ماي 2017، وغادي يتلف حتى يبان ليه الدراري هازين سمارتفون وهاد الاختراعات جديده ليه. غيمشي للمرايا غيلقى راسو شراف وكبار في العمر وغادي يتخربق. غيمشي للدار اللي كان ساكن فيها، غيدخل البيت اللي كان مسدود، غيسمع موسيقى خدامه وجوج مانكانات فيهم الدم ميتين في الارض، وغيجي خوه وغيسولو شكون انت وشنو اللي طاري. غادي يقول ليه باللي في هاد الدار وهاد البيت بالضبط كانت طرات جريمه قتل 20 عام دابا، حيرات البوليس ديال المراه وبنتها ماتوا بطريقه وحشيه وما قدروش يشدوا القتال والقضيه تسدات، ولكن العائله ديال الناس اللي ماتوا ما فقدوش الامل وكلفوا محققين باش يجبدوا القتال، وكان يو هو الرئيس ديالهم، وفي الاخر قدروا يجبدوا القتال اللي هو جين. ويقولوا ليه باللي كنا حبسناك وعذبناك باش تعترف لينا، وكنت ديما كتنكر وكتقول لينا ما عاقل على والو، وكلفنا خبير في تنويم مغناطيسي اللي كان هو باك، ويتاكد باللي فرع عندك فقدان الذاكره، ويقول لينا باللي خاصنا نرجعوك الوقت اللي كان قبل ما ترتكب الجريمه عن طريق التنويم المغناطيسي، وهادشي اللي يخليك ترجع الذاكره ديالك. وجبنا ليك دواء يعاونك، وقلنا ليك ديال الاكتئاب، وجبنا ممثله اللي لعبات الدور ديال الام ديالك، وقادينا كل شيء باش عقلك يرجع للوقت اللي كان قبل ما ترتكب الجريمه. وغادي يفيق جين في الطوموبيل مع اللي كيسحبو موالدي، وغادي تحول لدارهم جديده، وغيبدا الفيلم من الديبار من اللي كان حس باللي شافها قبل. راه فري كان جا ليها وقتل فيها جوج الناس قبل ما يفقد الذاكره ديالو، وكانت الخطه ديالهم هي رجعوا الذكريات ديال جين ويعاودوا يقادوا مسرح الجريمه بكاع لي ديطاي ديالو، وحتى من المزيكا اللي كانت خدامه وكاع داكشي اللي كان نهار الجريمه حطوه باش يتفكرها. وغادي نكور جين باللي ارتكب الجريمه، وغادي يهرب من الطوموبيل، وغيبقى تابعو يو حتى غادي يدير كسيده ويدخل في الشجره، ومع جين غادي يبغي يهرب
غادي يضربوا كاميو حتى غيطيح في الارض ويضرب في راسه وغيدول للسبيطار. غادي يرجعوا بالزمان للور 5 ماي 1997 ملي كان غيتحول جين هو العائله ديالو الحقيقيين للدار الجديده، وغادي يديروا كسيدو غيموتوا ليه والديه وخوه، غيدخل في غيبوبه وغيحتاج فلوس كثيره باش يدير ليه العمليه. جين يخدم 6 شهور وما غاديش يقدر يجمع الفلوس كامله، وغادي يحاول يتسلف والو حتى غادي يوصلوا ميساج في الايميل باللي الا بغى فلوس كثيره خاص يقتل واحد المراه ولكن ما يقربش لولادها. ويوافق جين وغيمشي للعنوان اللي وصلوا، غيلقى مراه وولدها ناسين ولكن بقى في الحال وندم وغيبغي يمشي في حالاته. شويه المراه غتفيق وتهبط البنت من الفوق، بدات تغوت ملي شافت جين هاز الجنوي، وغيتبعها كيجري للبيت باش يسكتها، وغيطيح فوق منها وغيتخشى فيها الجنوي وغتموت. وتجي امها تشوف بنتها ماتت غتبدا كتغوت، وغيجي ليها غيقتلها حتى هي، وغيورك على المزيكا وغتخدم وغيتصدم ويبدا يغوت. وملي جين بغى يهرب من الدار غتبان ليه واحد التصويره ديال الطبيب اللي كان كيداوي خوه، وغيعرف باللي الطبيب هو اللي وراه هادشي كامل. غيمشي عندو للسبيطار غيقول ليه علاش طلبتي مني هادشي، وغيقول ليه كيف ما انت بغيتي تعتق خوك حتى انا باغي نعتق ولادي من مراتي بفلوس لاسيرونس ديالها الا ماتت. وغادي يهجم عليه الطبيب ملي عرفو قتل ليه بنته ويحاول يقتلو، ولكن الطبيب اللي غادي يموت. وجين غيدخل في صدمه كبيره اللي خلاته فقد الذاكره ديالو وداكشي علاش نسى على كلشي. غيفيق جين في السبيطار وحداه هو، وغيبغي يدير ليه السم في السيروم، ولكن جين غيقول ليه تفكرت كلشي، جيب لي عائله الناس اللي قتلتهم نتسامح معاهم. ويقول ليه يو شكون صيفطك، انا هو الدري الصغير اللي ما قتلتيش داك النهار، وحياتي كامله ولات عذاب، وديك الفلوس كامله ديال لاسيرونس داو العائله ولاحوني الخيريه، وباللي ولا الحلم ديالو يشد غير اللي قتل ليه والديه وينتقم منه. جين غادي يقول ليه باللي انا اللي فكرت في هادشي كامل، وحتى واحد ما صيفطني باش ياخذ الذنب بوحدو، ويو بلا ما يحقد على بوه. ولكن يو عارف جين باللي كيكذب ومشى في حالاته مباشر يقتلو. شويه يو غيتم غادي غينقز من الشرجه ما ينتحر، وجين غادي يشد ليبرا اللي فيها السم وغادي يقتل راسو باش يرتاح من هادشي كامل اللي دار. وهكذا سالات القصه ديالنا. الا كنت انت ولا انت اول مره كتشوفوني مابقاوش تشتركوا معايا في قناه ديال اليوتيوب وفعلوا الجرس، ما تنسوش البارتاج، وكيف العاده تسناوني في قصه جديده. السلام عليكم.